بتعتم كيف الملك بيعيش، كيف بيرفع عصفور بلا ريش. دعسات الخوف بتمشي عجنون، بتشمد الدموع والروح. وين الملاك بيعيش، كيف بيخفى عصفور بلا ريش. دعسات الخوف بتمشي عالدروب، بتجمد الدموع أسى وذياب جوعاني، ضمير اختفى وأحلام هرباني، وحب محتار بعيون عشقاني، وغيوم كلها بزهور دبلاني. انسرق حنين البشر والعيون الباكي، حتى الحزن بكي عدموع الملايكة. انسرق حنين البشر والعيون الباكي، حتى الحزن بكي عدموع الملايكة. غاب تعاتم وين الملاك بيعيش؟ ليش عم تخوني؟ ليش عم تخوني؟ مين هاي اللي عم تخوني معا؟ احكي، شبك؟ ليش عم تخوني؟ ليش؟ احكي احكي، قول ليش عم تخوني؟ ليش عم تخوني؟ ايه عم ليش عم تخوني؟ احكي. انا ما رح احكي شي. هذا الموجود عجبك؟ عجبك. ما عجبك؟ هاي الباب قدامك بفوق جمال. آسف، نسيت إنه البيت باسمك. هذا اللي كان ناقص. يلا عمليها كمان وقلعيني من البيت. ما بكفي إنه أنا متحملك إنك ما بتجيب أولاد؟ لك صبرت عليك كل هالسنين وما عم بحكي شي. في حدا بيعملها هاي؟ أنت الظاهر كذبت الكذبة وصدقتها، ما؟ كذبت الكذبة وصدقتها؟ أنا عرفت إنك كل هالسنين كنت عم تجيب لي تحاليل مزورة. هالمرة ما رح يطلع بإيدك تزور التحليل، لأني رحت بإيدي أخذته من المخبر وفرجيته لأخصائي. قال لي إنك أنت العقيم، أنت العقيم مو أنا. ما كان عندي مشكلة، ما كان عندي مشكلة. كان بدك يعني جيب لك أولاد، وعم تسمعني حكي عالطالعة ومنهزلة، وعم تزلني وعم تضايقني. ما كان عندي مشكلة، بس إنك تخوني. أيها متخوني لك ليش؟ ليش عم تخوني ببوس إيدك ليش؟ إيه أنا عقيم، أنا عقيم. لك أنا شو ذنبي إذا كنت عقيمة؟ شو ذنبي أنا؟ شو ذنبي؟ بس هالمرة ما رح أخسر شيء. أنا بأول حياتي خسرت كل شيء بس لأني عقيم. لكن أنتوا كلكم هيك، كلكم هيك، بس بدكم تتجوزوا مشان تجيبوا أولاد وبس. بس هاي المرة أنا ما رح أخسر شيء.
ما رح خليكي تخسريني شي. لك انا كل يوم كنت اشوف بعيونك شلون عم تحترقي بس مشان تجيبي اولاد. هلا لما عرفتي انه انا المجيب ما عاد بدك ياني، لك ما فشرتي، لك ما فشرتي. انا ما رح خليك تخسريني شي، انا برجيكي. كم يوم بده يضل بهالسفرة؟ رح يضل أسبوع، بعده عنده سفرة على اليابان، رح يضل 10 أيام فيها. طب ليش ما بتسافري معه طالما عم تضلي كل الوقت هون لحالي؟ قلت له قال رح يضل هنيك طول النهار بالشغل، وأنا رح ضل لحالي ما بعرف حدا. شو هالعيشة لك؟ إمتى عم تلحقوا تشوفوا بعضكم؟ لا عم نشوف بعض ولا شي، ولما بيرجع بيقضيها بالمكتب. معناتها أنت مانك مبسوطة؟ لا صحيح هو بيجيب لي هدايا ومو مخليني محتاجة شي، بس أختي مو حاسة حالي إني متزوجة. الله يسامح أمك. طمنتي على ابنك؟ آخ يا نجلة آخ، كيف بدي أطمن عليه؟ رح موت حتى أشوفه. أنت كمان غلطانة، كيف بتردي على أمك؟ ليش أنت قدرتي ما تردي عليها؟ إيه معك حق، بس على القليل أنا كنت مخطوبة وأنت متزوجة، هلا صار عندك ولد، إذا بتفهمي بترجعي لجوزك. شو يا بنات ما بدكم تتعشوا؟ لاحقتك. ما بدك تتعشي؟ لا. طيب.
والله ما بعرف شو رجعني لهالبلد يا زلمة. أيوة. رحت داومت اليوم شي بضحك، ما حدا له علاقة بحدا، حضرت جنابي قاعد لا شغلة ولا عاملة، عم كش دبان. 9 سنين دراسة برا على الفاضي. تعرف لو ضليت هونيك كنت هلأ بشركة مهمة، راتب كبير، بيت وسيارة، أهم شي الاحترام. آخ طول بالك أخي طول بالك، يعني والله مو عارفان شو بدي أقول لك. لك أخي أعطيهم فرصة إلا ما يحسنوا لك وضعك. هو بيني وبينك مدير المؤسسة قال لي حيحسن لي وضعي. إيه معناته استنى بيتحسن. شغل شو عامل؟ بس هيك تعب عليك، بعدين نحن لنا اسبوع ما شفنا بعض مثل العالم، الولاد اشتاقوا لك، كأنك مسافر. لك سلام، جاية من الشغل ومحروق نفسي من التعب، فايت غير اواعي واندفس، إذا عندك أي حل، أي اقتراح حبيبتي اكتبي لي إياه، وأنا بكرة الصبح بقرا منيح، تصبح على خير. رنا عمو هاي دقيقة فوت يا عمو فوتي. حبيبتي أنا لاحظت عليكي، قربي قربي حبيبتي لا تخافي، أنا لاحظت عليكي إنه كل يوم عم تروحي من المدرسة وعم تعطي كيس معك، ممكن تورجيني شو في الكيس؟ ولا شيء أستاذ. شوفي رنا، إذا كنتي أخذ شيء أو مستعيرة شيء من حدا ممكن نرجع كل شيء لمحله وبيرجع الوضع طبيعي. أعطيني الكيس ممكن؟ شو أختي؟ دول ماما أخواتي. منين عم جيبيهم هدول؟ اللي بزيد من سندويشات الولاد، الولاد بيعطوني إياهم مشان تاكل أمي وأخي. ليش أنتو بالبيت ما عندكم أكل؟ بابا بتأخر ليه بتعطينا المصروف، هو المصروف ما بكفينا فبضطر اعمل هيك مشان تاكل امي واخي، وبابا بده ياخذني عند ماما بس انا ما بضلني مع بابا بضلني مع ماما. حبيبتي ليش ابوكي مطلق امك؟ لما ماما انشلت بابا طلقها وهلا هو متجوز، بده ياخذني لعنده بس ليظبط بيته. وامك شو بده يصير فيها؟ اتفقوا أهلها مع بابا أنهم رح يجوا ياخدوها، بس أنا مو هون، هون ساكنين بعيد.
حبيبتي إذا بتحتاج أي شيء بتطلبيني ماشي؟ أي سميرة أي رفعي لي دعوة تفريق ودعوة زينة. شوفي لقلك بالنسبة لدعوة التفريق هي شغلتها سهلة مقدور عليها، أما دعوة الزينة شغلتها كتير صعبة وأنا ما بنصحك فيها. يا ستي القانون عنا ما بيعتبر الرجل زاني إلا بفراش الزوجية أو إذا راح برجليه لعند القاضي واعترف، حتى ساعتها القاضي بيعتبره شريك مفاعل. هلأ عندك حل تاني وكمان أنا ما بنصحك فيه، إنك تدعي على المرة، وفينا نستخدم ضدها كل وسائل الإثبات ومن دينا، بس كمان هي المرة إذا بتعترف وبتحكي عن جوزك كمان القاضي ما بياخد بحكيها. مشان هيك أنا رأيي هي الدعوة تتخلي عنا. فكري انتي شوفي شو بدك. شو لعرف شو بدي؟ شو عم تحكي انتي؟ انا كيف بدي احصل حقي؟ معناتها شو اسمه القانون؟ لانه القانون عنا ما بتغير ثابت. بتعرفي قديش عمره هذا القانون؟ 50 سنة. هذا مأخوذ عن قانون العقوبات اللي بفرنسا. بفرنسا غيروه وعنا لساتهم متمسكين فيه معتبرينه تراث. شوفي لقلك برجع بقلك انه الموضوع صعب ماله سهل. فكري منيح. طيب بلا دعوة الزنا ارفع لي دعوة تفريق من بكرة. طيب طيب حبيبتي طيب شو بدك؟ أنا جاهزة. ماشي أهلين الله معك مع السلامة. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا. ممكن تقوم محلي لو سمحت؟ خير إن شاء الله. شو في؟ نقلوني أنا محلك ونقلوك أنت محلي. كيف يعني نقلوك لمحلي ونقلوني لمحلك؟ أي والله إذا بدك روح على الشؤون الإدارية وتبلغ القرار، يعني أنت صرت بالمستودع. بالمستودع؟ استقالة؟ هيك على السريع؟ أي والله استقالة. لا إذا بتلاقولي شي شغلة بشي مجاني. أنا خايف تندم بكرة، الناس لايبة على وظيفة. أنا مسامحكم بالوظيفة. إيه؟ الله يعطيك العافية. مع السلامة. ولك روح بقى روح! روح اطلع من حياتي اطلع! اطلع وخلصني من قرفك قرفتك. طلقني طلقني! بكرة دعوة الطلاق بدها تكون مرفوعة عليك بكرة وبدك تطلع من هالبيت ومن حياتي مثل الكلب. مو أنا اللي رح تطلع برات البيت. أنت اللي رح تطلع مثل الكلب. أنت رح تطلعي مثل الكلب كمان. هذا هو أنا اللي رح تطلع. لا يا مريضة. لا برا. You think I'm stubborn? You know, I have so many ideas and plans. And when I start working for the company, I'm gonna improve its sales and production. But I'm not gonna do a thing about it till I go back home. I can't wait to go back home. Are you crazy? You are close-minded. You can be a millionaire in no time. You know, what's important to me is not the money. What's important is that I go back to my country, and you know what? I'm going to call you up and to prove to you I was right. Right.
بشوف. قومي فوتي الضبي بالبيت، حاجتك قاعدة هيك مثل الشحالة. يلا قولك شو عم تساوي عندي؟ نقزتني الله يسامحك. تعال شوف جارتنا أحلام، تعال يتبرع الدرج وهلأ شو زفوت على جوا الحمل. شو عاملة؟ أكيد شغلة كبيرة الله يجيرنا. قولك شو بدك بمرأة؟ فوتي لجوا. لك عيب؟ شو على المطار؟ ايه على المطار لو سمحت. خير؟ شايفك مزعوج. لا ابدا، اجيت لهون حامل احلام وطموح وبدي ساوي شي ببلدي. راحوا وظفوني بوظيفة هفتانة، حطوني بمكتب هفتان. لك حتى مكتبي شحطوه من قدامي، صفيت بدون مكتب. إيه لشو ضل هون؟ لشو؟ أحسن هيك أحسن. شايف هي؟ هي التذكرة أحسن شغلة سويتها، ذهب إياب. ما فهمت. أحسن. قدي صار لك عم تسوق تاكسي؟ أنا شي أسبوع 10 أيام. وقبل هيك شو كنت تساوي؟ أنا بالأصل موجه مدرسة، بس لقمة العيش يعني اضطرتني اشتغل شوفير تاكسي. خليكن. ولو بتشوفي شو أكلت قتلي زدت لبرا. الله وكيلك لو ماتت كان أحسن له. أبصر شو عاملة، كل يوم على هالحال، كل يوم على هالحال. بعدين اليوم ما راحت على الدوام وقعد جوا بالبيت مثل اليتيمة. لا أدخيلك، جوزة آدمي ومحترم وما بيزعج حدا بنوب، ولو مو عاملة شغلة كبيرة ما كان عمل فيها هيك. إيه أحطي لك. دا تكبيري وظيفتي؟ لسه ما بتعرف تحلها؟ صعبة شوي، كمان بدي اطلع لعمار رفقاتي. تاني بالنسبة بس لا تقولي لنا امي ما رح اقول لها. عشرة يا الله، عشرة يا الله، شو حتنبسط ماما. مبروك، وانا اخذت 10 على الاملاء والتعبير. صح، وقالت لي لانس انه موضوعي بجنن، طلبت مني ينزع مجلة الحائط. نيا لك انا مو كثير شاطر بالتعبير، بس يلا امشي انا عازمك على عصير بهالمناسبة. مشان ما تفكري كثير، موبايلك صار معي، خط التليفون قطعته، طلع من البيت ما عاد إليك لأني رح أقفل الباب 24 ساعة. صحيح مشان الطلاق لسه بكير، لسه ما مليت منك بس مل بطلقك. طالما أنت مرتي يا حياتي
فيني أعمل معك شو ما بدي ومت ما بدي. سلام. اجت احلام اليوم؟ لا والله يا مدام. ماشي شكرا لك. يا عروة ماما تعال حبيبي مساعدة حبيبي انت ما فيك تحملني بس هدي لي الكرسي يلا اي ماما هديها يا الله اي ماما حبيبي ماما ناولني الشال حبيبي يلا هلا بدنا نروح لعند الخياط، ايه؟ يلا. شوف تعمل اللي حكيت لك اياه بالحرف الواحد. يعني مو تنسى حالك وتسوق بالقصة. اليوم بالليل أول ما تصير قريب من البيت بتعمل لي رنة، مو على موبايلي، على الرقم اللي عطيتك اياه. ماشي. هي مفتاح البيت. أهم شيء أول ما وقف قدام البيت وبلش أنا صرخ أول ما الجيران يفتحوا باب البيت تحمل حالك وتهرب وبركي يلحقوني ومسكوني ما حدا رح يمسكك عمل اللي عم قلك ياه وبس ماشي مثل ما بدك بيصير أنت يعطيني شو في عندك قطعة بالدشك وكتير بكرة شغلي رح يعجبك والله ما رح أخذ منك كتير على القطعة طيب اختير اعطيك القطعة نجربك فيها اذا عجبنا شغلك بصير نعطيك على القطعة 100 ليرة وبعث لك اياها مع الصبي على البيت كتر خيرك يا ليه بس لجيب لك حقيقة نهار الحفلة ما صح لنا نحكي من العجقة بس انا حابة فعلا هنيكم على الشيء اللي عم تعملوه وانا جبت لك المقالة اللي كتبناها عن الميتم وعن نشاطاتكم المتميزة فيه ونشرناها عنا بالموقع كلك زو يا ست سلام انت دائما مفضلة لا أعوذ بالله لا تحكي هيك أنا اللي كتبت عنه وشفته بعيني يعني هذا واقع والحقيقة الشيء اللي عم تعملوه أنتو تنمية المواهب اللي عندكم وإدارتكم الصح لهذا المكان عم تخلي نتائج ممتازة لذلك أنا فعلا بحييكم من كل قلبي خلي لي إياكي Thank you.
هذا عنوان بيتكم حبيبتي؟ نعم استاذ. طيب انا بخلي مدامتي تمر لعندكم على البيت، هي عم تشتغل بجمعيات، بتشوف الوضع وبركي بتساعدكم. ماشي يا شطور، على صفك. كيفك بابا؟ تعا شو؟ وين رنا؟ بعد ما وصلت بالمدرسة. أنا جاي أخذ أولادي بحكم المحكمة. لا الله يخليك، الله يخليك، خليهم معي. أنا بلشت شغل وراح أصرف عليهم، والله ما بدي منك شيء. أنا بدي أولادي. اليوم بيجي أخوك من الضيعة وبياخدك. على فكرة أنا خبرت صاحب البيت أنه ما عاد بدي البيت. خلي السيد أخوك يدفع أجار الشهر اللي مضى، أنا ما لي علاقة فيه من يوم ما طلقتك. بوس إيدك خليهم معي، والله أهلي ما رح يرضوا أن يكونوا معي. بعدين أنت تزوجت، شو بدك فيه؟ لا، الأولاد معي. يا مروة أنت وضعك الصحي ما عاد يسمح لك تديري بالك عليهم. لك إذا أنت نفسك مانك قدران تعيليها، بعدين شو بدك بالولاد؟ بتعذبيهم بتتعذبي معهم، وأولهم تاليهم لعندي. بابا خليك، خلينا مع ماما. وين بيكون أبوك بتكون معه، فهمت؟ الله يخليك، خليهم لا تخدم. ممتاز، أمورك المالية ممتازة وتمام التمام. يعني من جهتي أنا لا تأكل هم بنوب، أما من جهة الدراسة الاجتماعية اللي عم تعمل الست أحلام أنا هي ما بضمن لك يا بنوب. أنا بشكرك كتير على الشيء اللي عملته، أما بالنسبة للدراسة الاجتماعية فما بيطلع عنا غير ملاحظات بسيطة، لأنه أنا فهمت الأولاد إنه مشاكل الميتة بتنحل جوات الميتة، لذلك ما رح يحكوا شيء بخوف. خمستاشر سنة يا ست سلام راحوا هيك كانوا ما كانوا. طيب ليش؟ أنا شو ذنبي؟ كله لأني مرضت، بخسر كل شيء. إذا كان هذا قدري ونصيبي بخسر كل شيء. خير أبو أروى؟ شو قصتك اليوم؟ مو كثير رايق، شو في؟ اليوم اجى الزلمه اللي مدين ال 50,000، قال بده المصاري. والله ما عم بعرف شو بدي اعمل، وكتبني سند اماني. ولا يهمك حبك، خوت هدول الذهبات انت جبتهم، وانت بتعرف انه انا ما بحب البس ذهب. خوت حبيبي، بيعهم بيعهم وسكر زيناتك، بس لا تستعي. الله يخليك. لا كانت هي أول مرة بفدي فيها ولا آخر مرة يا ست سلام. صار معه ديسك وقال له الدكتور لازم يعمل عملية بسرعة، وبعد العملية لازم يرتاح 6 شهور. لو ما بعت شافت الأرض اللي حيلتك كان الناس حكت بحكايتنا. الله يخليك إياكي ويقدرني على مكافأتك. لا تحكي هيك أبو أروى، أنت زوجي وأبو ولادي. الله يخليك إياك. صرت أشتغل بالخياطة والشك، وبلشنا نجمع مصاري بدنا نشتري بيت، وقدرنا نشتري شقة على العظم، وبنفس الوقت بلشت حرارتي ترتفع، وشوي شوي صرت هيك، وصابني هذاك المرض الله يبعده عنك اسمه التهاب العصب الويح، واللي فهمته انه رح بلش انشل، وشوي شوي
حتى يصير الشلل كامل وبعد أموت هو يسمع هيك وجن وبلش يتهرب مني. بصراحة أنا ما في ضل هيك، أنا رجال لاحتياجاتي أنا وولادي، وأنت يعني شايف هيك. أنا بدي أتجوز وما في عيبك، أنا رح طلعك وأتركك أنت والولاد هم البيت وأنا بدفع أجار، بينما خلص فرش البيت جديد بعدين برجع باخذ الأولاد وأنت بتروح لعند أهلك. أنت طالع طلقني وراح، وبعدين إجي من هون والبقية أنت بتعرفيها، وهلأ ناطرة أخي يجي ياخذني عطيها لحتى انطفي شوي شوي. طولي بالك ان شاء الله بتتحسني وترجعي احسن من الاول. انا رح افتح. مرحبا، انا اخو لها مروه. تفضل. Thank you.
كأني نسيان المصاري بالبيت. معلش لا تأخذني، انزل جيب المصاري دقيقتين وإجي. ولا يهمك، بس الله يخليكي لا تتأخري مدام. لا على عيني، دقيقتين ما بطول. وإمتى رح يبلش المعرض تبعك؟ يعني بعد شي 3-4 أيام بدي مرة أخذ موعد. منيح. شو بدي لك رانيا، إذا فيك يجيبي لي رسمات البنات اللي بالمركز كمان فينا نعرضهم. إيه ليش لا، تكرم عيونك، بس عطيني لبكرة بشوف شو بصير معي وبرد لك خبر. ماشي. كيف الملك بيعيش، كيف بيغفى عصفور بلا ريش، دعسة الخوف بتمشي عجروح، بتجمد الدموع ضمير اختفى واحلاها
الحب محتار بعيون عسقاني وغيوم كلها بأرض عطشاني فيها الربيع انسرق بزهور دبلاني انسرق حنين البشر والعيون الباكي حتى الحزن بكي عدموع الملايكة انسرق حنين البشر والعيون الباكي حتى الحزن بكي عدموع الملايكة.